هذه مستمعة تقول: عندما أذهب لأحد أقاربي وتحل الصلاة يقدمون لي سجادة للصلاة عليها فأصلي وأنا كارهة، لأنني أرى الصغير والكبير يصلي عليها وتوضع على الأرض ويكون بالغرفة أطفال، فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ الأصل أن السجادة طاهرة ما لم تشاهدي عليها نجاس بعينها، أما الأوهام والوساوس فلا داعي لها.